بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يا العاوة وحن هل كان كدر يا فرين قف كستوى مسلمة وفرين تاسي أي قاردوكو سعطة وحن كترنا بشي شعبان بركة سنايد ورنتي بل كمدة بلها لبية تمنك لكن فضايلة كسار ورطي وبل هردعو مقوه الرئيسة بالآدي يا دوين بشهر رمضان وحن دون يا بشاني وبش لعوله قلوب تلعوله لعوله وحن نجتشدنا قلبك على نظيفيه لما يروح إلا قرحيه سلوا قابله بش صوص عطا أو بال رنتي قف كله هي جارسيو نبض قبنا كو جارك هرفا إذا استاو آدي آد وفرصة بدنية هاي أما وشانس بدنية هاي أما ونصيب بدنية هاي هذا بوا حن دونا يا فرنت وحويه قف كستا أو مسلم أو فرنتا سيجاردو وحا فرنتا سايتا هاي إن وكحروبو بشا شعبان إي أينو كوتشرنو إي كهر رسابشي باركاي سنايد حانو نادا سوا صعودا كو إنو كحروبو قاتكا لابا إنو كحروبو قيقا وسيجاركا صدح إنو كحروبو قبيالده وصدح ده حانون أين الرجاليي وقاتك وقرش يدباتو يرفات يدتكيني رجالين جرسيي هل كان دقي شيء على بعض أو قيق قاتك وبهي هي أما تتبضن في طعان قيلنا استعمالان أو يسقون سن يدباتو يرفات دتك مركزي استعنا أي كسر موبين إن بدننا أي آخرة وقبتين أي كلنتين إن بدن أو كلنا وحويان اي دوليال ويهين ان كلا او سو سوتان هدان دينين يغون اي اوديمان دونان وجيد اما شي كي سميهي اي ايبينيي اي بومبونين لها او دوشا كغو قرو كديريي انو يها شي دلاءه او ماركاسي نفته ديله او قلبك ديله اخرنا ماركا قف لغا حسابتميو لبدا شي ولبدا شي اي سومالي غودهان بايركود كريباي وعفرينتهدو اي تهي رمضان يا رمضان لا أنبه ولا به هي هقاد يقيقين الكحرونه قطب كصدحات أنا قلت دنيا فرنتون كابناته وإن بلشدين الكحرود شيء على قبيالده قاد يقيق قبيالد سكر كمان بسومالي يوم مديني مسلم كاهي قيد كود كرهبي وضت كرهبي قبيالده كحروبه وقرب شوجة دون كأركية وحصو أركية وقبيالده شوشية بلشدي عدي بقول صار نقطة وقويران ضت كأدي حتكتين هدي ده وحكي لك قديين هينين وحكي قد يتان sidii dunidu markaa uu horumaraysay dalkooda ay u dhisteen qabyaalada oo kor inta kaga dayda aqoonyahanka uu qaadka ku xurooba qiiqan ku xurooba qabyaaladana ku xurooba dadkii aqoonyahanka ahaa ee umada hormoodka u noqon lahaa ee dadku eegan lahaayeen iyaga qabyaaladii kowka ah iyaga qabyaaladii dib ugu noqday iyaga qabyaaladii bilaabay iyaga qabyaaladii markaas casrigan dib u soo noolaynaya culimadu qaad qabyaalada markaas ay ku xuroobaan oo yaanay markaas dadka qabyaalada ku milan yaanay kamid noqonin ardaydu waxa ka xoroobaan dumarku waxa ka xoroobaan fariintu waxa weeyado kooban oo aan doonayn inay yaraato saddexda cudur qof kastaaba siduu ugu xoroobi lahaa falugad ha qabto waa qiiqa iyo qaadka iyo qabyaalada ilaahay ha inaga xoreeyo aad iyo aadna wa mahadsantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh